بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله راح أبدأ أشرح القسم الثاني أو الجزء الثاني من البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. طيب نبدأ نتعرف عليه. أول حاجة راح نبدأ نتعرف على طريقة التركيب، إيش نميز القسم الأول عن القسم الثاني. هنا القسم الثاني رح نبدأ ناخد، إحنا أخذنا الضمائر اللي هي he, she, و it, و I, you, we, و they. في هذه القاعدة ما راح نضيف معاها الضمائر المساعدة اللي هي is, و are, و am. رح نضيف حاجة تانية، لما يجي he أو she أو it أو أسماء تعود عليها رح نضيف للفعل اللي يجي بعدها s. مثلا هنا he works أو she works, she plays أو he reads. تمام؟ إذن في هذه القاعدة يجي الضمير وبعدها لو أنا بجيب فعل ما راح أحط الضمير المساعد. هنا عشان أفعال ما حطينا الضمائر المساعدة. تمام؟ إيش راح أسوي؟ لما يجي he أو she أو it راح أضيف للفعل is على طول، راح أضيف مع الفعل is. تمام؟ وبعدها راح أضيف مثلا she works every day، هي تشتغل يوميا. مثلا he plays every morning، هو يلعب مثلا كل صباح مثلا. أو she reads every morning، هي تقرأ كل صباح. تمام؟ إذا لما تيجي هذه الثلاث ضمائر راح أضيف للفعل is. طيب لو جات الضمائر الباقية اللي هي I, you, we, و they وجاء بعدها فعل، دائما لو جات هذه الضمائر الأربعة ما راح أضيف للفعل أي حاجة، راح أخليه زي ما هو. مثلا we work every day، أو they play every day، أو you read every morning. تمام؟ أنت تقرأ كل صباح. إذن كده من هذه أول خطوة اللي هو عرفنا طريقة التركيب، اللي هو لو جات he أو she أو it راح أضيف للفعل على طول is وما راح يكون في ضمائر مساعدة. لو جات I, you, we أو they ما حنضيف أي حاجة للفعل. تمام؟ طيب لو أنا حبيت أنفيها، مثلا الجملة جات she works every day. تمام؟ لو أنا حبيت أنفي الجملة اللي ما فيها ضمير مساعد وفيها فعل نهايته is، إيش راح أسوي؟ راح أضيف doesn't، راح أضيف هذه الجملة doesn't قبل الفعل، وراح أحذف الاس اللي راح تكون موجودة هنا، هذه راح تنحذف. شايفين هنا الاس اللي هنا؟ لما نيجي ننفي راح نحذفها. تمام؟ إذا مثلا راح تجيل، راح تصير she doesn't work أو he doesn't play أو she doesn't read، ونكمل every day. تمام؟ هي ما بتقرأ كل يوم. إذا لما يجي he أو she أو it راح يكون النفي does not ويكون قبل الفعل. أما لو جات الضمائر الباقية اللي هي I, you, we أو they فراح أضيف don't قبل الفعل، راح أضيف don't قبل الفعل. مثلا we don't work every morning، they don't read every day. تمام؟ وهكذا. إذا لما تيجي الثلاث ضمائر هذه he أو she أو it راح أضيف doesn't لو حبيت أني أنفي، وبعدها راح أضيف الفعل من دون ما أضيف له الاس. أما لو جاءت I, you, we و they فراح أضيف don't وبعدها راح أضيف الفعل، راح أكتب الفعل. طيب لو أنا حبيت أسأل ب yes أو no، لو أنا حبيت أسأل ويكون الجواب yes أو no،
طيب لو أنا حبيت أسأل، هل أنت بتلعب الكرة؟ هل أنت تلعب؟ تمام، لو لاحظنا هنا إنه تلعب فعل، فإذا جاء فعل وإحنا بنتكلم عن شخص قدامنا اللي هو يو، فراح على طول راح نحط في البداية دو. تمام، دو يو بلاي فوتبول؟ تمام. إذا جات، لو أنا حبيت أتكلم عن يو أو وي أو ذاي أو آي، فراح أضيف في البداية دو، تمام، عشان يكون السؤال بيس أو نو. Do you play football؟ مثلاً do they read books؟ هل هم يقرأوا الكتب؟ تمام؟ طيب، لكن لو أنا حبيت أسأل عن شخص هي أو هو، أو مثلاً عن شخص عن غير عاقل، مثلاً عن حفلة أو قطة أو كتاب، فحسأل does he play football؟ هل هو يلعب الكرة؟ Does she read books؟ هل هي تقرأ الكتب؟ مثلا لو حبيت أسأل عن القطة، هل هي تشرب حليب؟ فراح أسأل Does it drink milk؟ Does it drink milk؟ تمام؟ طيب، ليه حطينا do أو does في البداية؟ عشان إحنا تكلمنا عن أفعال، لو لاحظنا هنا play و read. تمام؟ إذن عشان نسأل ويكون السؤال بيس أو نو، راح أضيف في البداية do أو does على حسب الضمير اللي راح يجي بعدها، وبعدها راح أضيف الفعل من غير أي إضافات، يعني ما راح نضيف s خلاص، بما إنه لما تيجي does ما راح نضيف s للفعل. تمام، وبعدها الحاجة اللي احنا بنسأل عنها. طيب، بعدها لو حبينا نسأل بـ WH اللي هي what where when who و how، حبيت أسأل مثلا وين انت تلعب، وين انت بتلعب، فرح أسأل where انت، انا بتكلم عن شخص قدامي، فرح يكون الفعل you، يعني اللي يجي مع اليو هي دو، فراح تصير Where do you play؟ وين انت بتلعب؟ تمام؟ مثلا when، متى هي تقرأ؟ شوفوا لو لاحظنا تكلمت عن هي، يعني راح يجي معاها does. متى؟ when does she read؟ when does she read؟ مثلا لو حبيت أسأل كيف هي تقرأ، أوكي، أو كيف هي تقرأ أو كيف قراءتها، how does she read أو how does he read أو when do they play، متى هم يلعبوا. أوكي، إذن هنا نحط أول حاجة WH question، بعدها do أو does على حسب الضمير اللي راح يجي بعدها، وبعدين الفعل من غير أي إضافات. طيب، نيجي نشوف طريقة الاستعمال، متى نستعمل هذه القاعدة، كيف أفرق بين هذه القاعدة والقاعدة اللي قبلها اللي أخذتها في the present simple، كيف راح أفرق بينها؟ هنا نستخدم هذه القاعدة في الأشياء اللي دائماً صحيحة، مثل الحقائق العلمية، مثلاً الدولفين يعيش في الماء، أوكي؟ هتصير dolphins live in the sea مثلاً، أوكي؟ أو الدلافين تعيش في البحر، فهتصير dolphins، لو لاحظنا dolphins جمع، live ما حطينا s لأنه الدولفينز اللي بنتكلم عنها هي جمع، تمام؟ فتصير dolphins live in the sea. أوكي، إذن لو نتكلم عن حقائق علمية أو نتكلم عن أشياء حقيقية عن نفسك أو عن الآخرين، أشياء حقيقية، أشياء أنت تسويها دائما كل يوم، أو مثلا كل أسبوع لازم تسوي هذه الحاجة، أو كل شهر أو كل سنة، تمام؟ اللي هي مثلا أمثلة عليها we play football every day. في كلمات
نعرف منها إنه راح نستخدم هذه القاعدة اللي هي لو جات every day, every night, every morning, أشياء تدل إنها دائما, مثلاً always, usually, okay, هذه الأشياء. مثلاً we نحن, play ما أضفنا حاجة للفعل لأنه we, فتصير we play football every day, إحنا نلعب الكرة يومياً, فهذا شيء حقيقة عنكم. I check my email every night. أنا أتفقد إيميلي كل ليلة. هذه عادة فيا لازم أسويها. تمام, لازم كل ليلة أتفقد إيميلي. حقيقة عني. مثلاً she doesn't eat meat. هي ما بتأكل لحمة. هذه حقيقة عنها. هي ما تحب اللحمة. هي ما تأكلها. she بما إنه she حبيت أنفي. she doesn't eat meat. تمام, هما يتكلموا الإنجليزي في العمل. هذه حقيقة, لازم يكون في العمل يتكلموا إنجليزي دائما. فإيش راح تصير؟ they speak English at work. مثلا حقيقة عن أحمد إنه يتكلم 3 لغات, فحتصير أحمد speaks, ضفنا إس للفعل لأنه أحمد هي. إذا جات هي أو شي أو إت أو شي ينوب عنها فرح نضيف للفعل إس. أحمد speaks 3 languages. تمام, إذن كده رح نفرق أو نكون فرقنا بين متى نستخدم القاعدة الأولى اللي هو متى نضيف إز وآر وآم, ومتى نشيل إز وآر وآم ونحط الفعل, ومتى يحتاج الفعل لإس ومتى ما يحتاج لإس. تمام كده نكون انتهينا من البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. ان شاء الله يكون بسيط وسهل, وان شاء الله الملف اللي انا اشرح منه راح احطه تحت في البايو, وكمان راح احط رابط لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز التحضيري الادبي. راح يكون في ملخصات لجميع المواد اللي هي منها رياضيات وإحصاء, اللغة الإنجليزية, الاتصال, كل مواد الأدبي التحضيري للطلاب والطالبات. في كل بايو راح يكون محطوط دول الرابطين, رابط للوورد, ملف الوورد اللي أشرح منه, ورابط لنفس الموقع. إن شاء الله يكون الدرس خفيف وسهل, وإذا حبيتوا تسألوا أي حاجة أكيد تقدروا تسألوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.